اتأخرنا عليك؟ عادي، عنتر بيه قال لي أقابلكم هنا وأنفذ كل طلباتكم. خير، عايزين ناخد شوية حاجات من المخزن. حاجات إيه اللي عايزين تاخدوها؟ احنا نقف نتكلم هنا في الطل. افتح المخزن وأنا أقول لك. اتفضلوا يا بهوات، المخزن أهو كله تحت أبروكم. هي فين؟ هي إيه اللي هي فين؟ البضاعة. وأنتوا عايزينها فين؟ كرام وفين؟ هو مش عنتر بيه قال لك اعمل لهم اللي هم عايزينه من غير أسئلة؟ ايوه بس ما بس ولا ما بسش؟ فين البضاعة يا ابني؟ جوه هنا. على ايه؟ حربي. متفجرات؟ هتنفع. اصل في حاجة حصلت كانت على بال وعلى الخاطر وكان لازم ابلغك بيها. ايه اللي حصل؟ عنتر بيه امرني اروح المخازن المحاجي اللي في الجبل واقابل حربي وزين وانفذ كل اللي امروني بيه. وبعدين؟ خدوا صندوقين البضاعة وصندوق ديناميت وحطوهم في عربيتهم ومشيوا. وانت ازاي تسمح لهم بكده؟ ما هي دي اوامر عنتر بيه وكان لازم انفذها. وانت زي الحمار سلمتهم البضاعة؟ ما انا كنت فاكر اني ساعدتك اللي قلت لعنتر بيه يعمل كده. ما تعرفش العيال دي خدت البضاعة وراحت فين؟ لا ما اعرفش. وعنتر فين دلوقتي؟ في العوامة مستنين ابلغه باللي حصل. تبقى تروح له. اسمع، قبل ما تروح له تعدي على عزام في الكباريه وتعرف اذا كان عنتر اتكلم معاه في حاجة ولا اتفق معاه على حاجة، وبعدين تروح لعنتر في العوامة. مفهوم يا مفيد؟ حاضر حاضر عدلي بيه. ازيك يا دندن؟ فل الفل يا بابي. ها شفت دعاء قبل ما تمشي؟ لا، لما روحت البيت امبارح لقيتها مش موجوده، لمت حاجتها ومشيت، شكلها كده رجعت عند بيت ابوها. والله هتوحشني. دعاء دي كان ممكن يبقى لها معانا مستقبل كويس قوي. نعمل ايه؟ ملهاش في الطيب نصيب. هو قال ايه؟ الواد زين عايز يتجوزها. صحيح، هو اخباره ايه هو وحربي؟ بقى لي كتير قوي ما شفتهمش يا بيه. ليه، انت زعلانه معاهم ولا ايه؟ لا ازعل معاهم ليه، بس يعني زي ما انت عارف الباليه لعبت معاهم، بقى عندهم مصالح ومشغوليات. اللي عيل عيل. ايوه يا دندن، بس انتوا برضه اصحاب وولاد حته واحده والعشره طبعا بينكم. مؤاخذه يعني، مش فاهمه، وانت من امتى يعني بتهتم بحربي وزين؟ لا يعني اصل بعد دعاء ما سابتك ومشيت المفروض ان هم يسالوا عليكي ويودوكي. امال يعني الصحاب ايه اللي بينهم غير كده؟ يعني انت شايف كده يا بابي؟ طبعا يا حبيبتي. خلاص، يبقى انا بكره ولا بعده كده اروح عندهم المنطقه واسال عليهم واشوف اخبارهم ايه. برافو عليكي، هو ده اللي لازم تعمليه، تسالي عليهم وتعرفي اخبارهم ايه وبيفكروا في ايه. يا سلام، ده انت تؤمر يا قمر.
ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. هسيبك انا بقى علشان تجهزي لنمرتك، وما تنسيش هتبلغيني اخبار زين وحربي، اصلهم وحشوني قوي. من ذيس اي لذيس اي. يا واد انت يا انجليزي يا جميل. دنيا بتتكلمي منين؟ هكون بتكلم منين يعني؟ من الكباريه. قابلتي عزام؟ هو اللي جالي وقال لي اعرف كل اخبارك وبلغها له. وقلت له ايه؟ سيرته في الموضوع طبعا، وقلت له اللي هو عايزه هيحصل، بس انا خايفه قوي يا حربي، الراجل ده مش سهل، انا حاسه الموضوع ده مش هيعدي على خير. يا رايا دنيا ما تجمدي قلبك امال الله، وبعدين موضوع عزام ده هيخلص في اسرع وقت. المهم قولي لي، عزام بيسيب الكباريه ويروح الساعه كام؟ على الساعه 2 2 ونص تقريبا. حلو قوي، يبقى هننفذ الليله. ايه الليله؟ خير البر عاجله. يعني يا حربي انت مصمم على اللي في دماغك دوت؟ يا رايا دنيا ده حق دعاء علينا، وبعدين ما قدرناش طريق تاني غير ده. المهم تنفذ اللي قلت لك عليه بالحرف، وسيب الباقي على الله. حاضر حاضر يا حربي، هعمل كل اللي انت قلت لي عليه، وانا اخلص اللي ورايا واجي لك على البيت. سلام. خليه، هنحتاج له الليله. يا مفيد اتأخرت عليا ليه؟ أنا مش مفيد يا عنتر، أنا عزام. يا عزام في حاجة؟ أنت في العوامة؟ اه في العوامة. طيب أنا جاي لك على طول عشان عايز أتكلم معاك في موضوع مهم. موضوع إيه؟ لما أجي لك هقول لك. على العموم أنا مش هتأخر. سلام. نام فين؟ الحاني يا عنتر بيه، في حاجة رهيبة حصلت. حاجة ايه؟ ما تتكلم يا أخي. عربية عزام وبرعي، العربية اتنسفت بيهم قدام الكباريه وراحوا فيها هم الاتنين. بتقول ايه؟ اتنسفت؟ الغريب في الموضوع إن حربي وزين كانوا هناك، شفتهم هما بيبعدوا بالعربية ساعة عربية عزام وبرعي ما ولعت فيها النار. أنت متأكد يا مفيد؟ أنا شايفهم عليا الاتنين دول اللي هياكلوا من دول. أنت إيه اللي وداك ناحية الكباريه؟ مش مهم أنا إيه اللي وداني، المهم أنا كنت هناك وخلاص. أنا بكلم ساعتك عشان تلحق تتصرف. عايز رأيي؟
كنت كمان عنتر بيه.